يا حبيبي ما ضل عندك غير حفوضة واحدة. أوبا، مو أحسن إنك ما عاد تعملها على حالك؟ ها؟ عم تضحك كمان؟ إمتى بدك تصير تروح لحالك على الحمام؟ إمتى؟ أختي الشاي صار جاهز. إيه جاي. بابا أمي شان نسحب الراتب، عصمت ما ضل عنده حفوضات. شو مو سامع يعني؟ بابا يا هذا شلون مغطي حاله هيك؟ بابا شو هي؟ هاي خيمة أنا جبتها من السوق، كانت مي وحطيتها هون مشان تنشف. فكرت إنه بابا نايم هون. وأنا كمان حتى حطيت له كاسة مي جنبه مشان يشرب، وكأني سمعته قال لي شكرا بابا. يا الله لوين؟ بدي أسأل مرتضى إذا شاف.